السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي تبارك الله عليكم، كي راكم لاباس عليكم، ورجعنا لكم فيديو جديد وشرح جديد. فكما كنشوفوا معايا، فاحنا في هذا المكان هذا باش غنصوروا طريقه التقاط القمر العرافسات 30 الشرق. فهذا القمر خوتي فهو حاليا اصدقائي ناقل بطوله كاس العالم للانديه، فراه الفيدات خوتي كتظهر على هذا القمر هذا وتقدر تلتقطهم بكل سهوله. فاول شيء خوتي فضروري خص التبصيل ديالك يكون عالي على الارض بزاف، كما كنشهدوا في المكان اللي كنا كنصور فيه، فراه عندي السيبور تقريبا فيها 80، ولكن ملي كنهبط التبصيل وباش نزيد ندور فراه الاشاره ما كنشدهاش. فكاع المشكل هذا فطيحوا فيه خوتي الا عندك جعبه قصيره، فكاع الاقمار اللي تحت قمه بدر فما تقدر تسقطهم. لهذا فراني درتو في هذا المكان هذا وعليته كما كتشاهدوا بزاف. فهذا هو المشكل اللي غطيح فيه، الا عندك اصدقائي جعبه قصيره من الاحسن دير الجعبه طويله شويه، دير فيها واحد 120 ولا، باش من تحط التبصيل يبقى يشوف شويه الارض ما تختفلكش الاشاره. فهذا هو المشكل. ثاني حاجه باش غتخطو هذا القمر هذا، فاصدقائي تبعوا المراحل اللي كنديرهم في هذا الشرح، دائما كنشرحوا باش نبسطوا الناس اللي ما كيعرفوش يلتقطوا الاقمار. فغنتقلوا من قمر نيسس الى قمر عصر 16، نعطيكم اقوى تردد من بعد التقطوا قمر بدر. الا انت كتعرف تلتقط هذه الاقمار هذه فغتزيد اخوتي في الفيديو حتى توصل لقمر بدر وتبع معايا المراحل الاخرى. الا ما كتعرفش تبع معايا الفيديو من الاول، فلو وصلنا قمر بدر فغتلتقط هذا القمر هذا. فاول شيء اخوتي فالتغطيه ديال هذا القمر هذا فيلتقط في جميع الدول العربيه، فالاشاره ديال هذا القمر هذا فقويه بزاف جميع الدول العربيه. مثلا احنا في المغرب فصح ابتداء اصدقائي من 60 70 سنتيم تقدر تلتقط هذا القمر هذا باعلى اشاره خوتي. فغندوزو حنا وياكم نطبقوا هذه المراحل اللي قلت لكم في المقدمه الفيديو، وليكم كي نديروا تلتقطوا هذا القمر هذا، وان شاء الله تفرج في كاس العالم للانديه بالفيدات العربيه والتعليق عربي. ولكن قبل ما ندوزو خصني ندير معك واحد اللايك الا ماكش مشترك، شارك في القناه وفعل الجرس. بغيت طريقه التقاط اي قمر او التركيبه خلينا في التعليق وانا كنجاوب جميع التعليقات اصدقائي. خوت ندوزو حنا لكم الشرح. اصدقائي رجعنا لكم. فاول حاجه غنديروها غنلتقطو قمر الاسطر 19، ومن بعد نلتقطو قمر البدر. الى وصلنا لقمر البدر فغنشدو القمر 30 اصدقائي شرق. فالصح راه مثبت على قمر نيسس، فاقوى تردد باش نلتقطو قمر الاسطر 19 فهو هذا خوتي كما كتشوفوا معايا 11362، قطبيه غتكون افقي حرف اش اريزونتال، التلميذ غيكون 22000. من بعد غنجيو هنا اللاقيط وندوروه واحد شويه في اتجاه عقارب الساعه اللي دي ديستر ممكن نشوفوه في التبصيل. ندوروه واحد شويه، فدابا غنرخفوا الصحن ديالنا ونهبطوه وندوروا على يدينا اليسر اللي كنا في الظهر ديال التبصيل. فندخلوا الاعدادات ديال الجهاز ديالنا خوتي هنا، فكما قلت لكم فرخفوا شويه التبصيل ديالنا باش ندوروا على يدينا اليسر. وكذلك نرخفوا باش نهبطوا التبصيل ديالنا لتحت. ندورو على يدينا هاد اليسار في اتجاه الشرق كيما قلت لكم خوتي. فهي اصدقائي الاشارة ظهرت كيما كتشدو معايا 92 على القمر الاسطر 19، فغنخليو التبصيل ديالنا هكا. ودابا غندوزو اصدقائي نعطيكم اقوى تردد ديال القمر بدر 26 شرق. فغنمشيو اصدقائي القمر بدر 26 شرق، نستعملو هاد الفريكونس هذا خوتي، نكبر لكم الفاندر باش تشوفوه 10729، القطبيه غتكون فيرتيكال عمودي، الترميز غيكون 27500. فهنا خوتي غتزيد دور شويه اللاقيط ديالك واحد شويه، من بعد نوليو ندخلوا الاعدادات ديال الجهاز ديالنا، فنهبطوا واحد شويه التبسيط تقريبا واحد سنتيم، ونجروا على يدينا هذا اليسر. هيا اصدقائي الاشاره ظهرت معايا كما كتشاهدوا معايا 91، ولي نزيد. فاحنا دابا اصدقائي رحنا ضربنا نص ديال المهمه. دابا القمر اصدقائي كما قلت لكم 30 شرق فهو قريب بزاف من قمر البدر، فقط كيبعد عليه ب4 ديال الدرجات. فندوزو اصدقائي نعطيكم اقوى تردد ديال القمر 30 شرق. فهاد القمر كما قلت لكم خوتي فرانا ناقلين عليه الفيدات العربيه ديال كاس العالم للانديه. هيا اصدقائي القناه شغاله، شوفوا القنوات اس اس سبور لانهم ملي كتكون الاشاره ديالهم ضعيفه خوتي. فهما اصدقائي قنوات الاس اس سبور،
كما كشهدوا معايا 92 في الاشاره. فمشوا للقمر اصدقائي 30 الشرق ديالنا، ها هو، نستعملوا هذا الفريكونس هذا ديال قناه دوزيم نت او قناه ال بي سي انترناسيونال، فهادو بجوج بهم اصدقائي فالاشاره ديالهم قويه، فحنا نستعملوا هذا الفريكونس هذا. نكبل لكم الفاندر باش تشوفوه معايا، 12532، القطبيه غتكون افقي حرف اش اريزونتال، الترميز غيكون 2960، فالترميز ديالو اصدقائي فراهو حساس بزاف. فندخلوا اصدقائي الاعدادات ديال الجهاز ديالنا، هنا خوتي غنزيدو ندورو شويه اللاقط فقط واحد شويه، من بعد غنهبطو التوصيل ديالنا اصدقائي فقط واحد سنتيم حتى سنتيم ونص، ما بين جوج درجات حتى ثلاث درجات، وندورو غير بشويه التبصيل ديالنا على يدينا الشرق. كما شاهدتوا معايا هي الاشاره ظهرت معايا 92. فدابا غنزير الصحن ديالي مزيان ومحدني انا كنزير، وانا كنريقل في التبصيل ديالي باش ما تمشيليش الاشاره او تنقص. فكما قلت لكم خوتي فرا القمر ما بعيدش على القمر بدر ستاشون شهر، مسافة قريبة. فمثلا إلا بغيت تزيد القمر هي 39 شرق مع قمر بدر وعندك التبصيل صغير مثلا 70-80، فغتفيكسي التبصيل ديالك على هذا القمر هذا ودير المسطرة باش غتولي لك المسافة قريبة بزاف. خوتي فدابا حنا زيرنا الصحن ديالنا، شوفوا حنا لكم القنوات على هذا القمر هذا، راه ما فيش شي قنوات بزاف خوتي، يعني راه ماشي أساسي انك فقط الا بغيتي تفرج فيه الفيدات الحاليه اللي كاينه ديال كاس العالم للانديه. كما كتشاهدوا قناه دوزيم فدا اقوى تردد 92 خوتي، نشوفوا قنوات اخرى، هذا فيه 64 كما كتشاهدوا من اضعف الترددات. نزيدوا نشوفوا، فهذا هو الفيد خوتي اللي قلت لكم عليه، فتلقى عليه السعودي 025، فاحنا شادين فيه 68. فهنا غنزيدو ندورو شويه اللاقط ونشوفو زاد معنا الاشاره ولا لا، هي ولات لنا 72، يعني غتلعب غير باللاقط، زيد دخلو واحد شويه ولا تخرجو ونشوف معاك الاشاره واش تزاد. شوفو قنوات اخرى، فراني ملتقط مع حتى القمر 28 لانه ما بعدش بزاف هو وياه. كما كتشاهدو قنوات السكاي ها هما، هي قناه ال بي سي هي فيها 72. اصدقائي وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا، طريقه انتقال القمر العربسات 30.5 الشرق بكل سهوله. خوت ما تنساش دير معاك واحد اللايك الى ما كنتش مشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش دائما توصل بجديد. اصدقائي تهلاو فراسكم وانتظرونا في فيديو جديد.